شكرا كده. البرمدفون. انا عامل بقى مدفون. المدفون يا عم بسم الله ما شاء الله. بسم الله. خيال. حبيبي. خيال. اشرح لحبيبنا المتابعين عليه يا محمد. طبعا يا جماعه شغل المند ده برميل بيبقى مدفون في الارض، برميل صاج. تمام. بيتردم كله في قلب الرمل. تمام. وعليه الحمالات وعليه كل حاجه. بتولع خشب وتسيبه، ما ينفعش فحم، لازم خشب عشان الخشب بيسخ عبال ما تسخن حوالين البرميل، يبقى يعتبر مقموره يعني. مقموره خلاص، الولعه صفيت، ما فيش دخان، ما فيش اي حاجه مولعه. بتنزل الاكل على شبكه مخصصه للبرميل. تمام. وبتحط غطا البرميل مع ورق سلوفان وبطانيه. تمام. وتردم تمام. فوق البرميل متر رمل. دي طريقه يا جماعه، سواء للحوم او للطيور او لاي كفه شيء، جميع انواع اللحوم وجميع انواع الطيور. تمام. بس يختلف الفراخ مثلا ساعه ونص. ايوه المواعيد يعني. مثلا البط والحاجات الكبيره دي ساعتين الا ربع. اللحوم من ساعتين الا ربع لساعتين. الله ينور عليك. على حسب اللحوم، لو حاجه صغيره. تمام. ماشي. وطبعا في صور كنا عاملينها قبل كده للبراميل دي، بس كانت معموله بفراخ، ولكن ممكن نرجعها لكم على الفيديو نوريها لحبايبنا. ماشي. والبرميل نفسه وهو مولع واحنا رادمينه واحنا بنطلعه، ما شاء الله. بصراحه اكله في ممكن تحط صينيه رز وصينيه بطاطس. انا عن نفسي بعمل دورين لحمه او ثلاث ادوار ودور رز تحت او دور بسله ما شاء بطاطس الله. محشي يعني طواجن برضو بسله أنا وخضار عامل فيه وكده. محشي قبل كده ما شاء الله تحت الفراخ، وعامل فيه بسله ورز، وعامل فيه كل انواع الاكل. الله ينور عليك. بصراحه هو اسمه، في ناس بتقول عليها المدفونه وفي ناس بتقول عليها المندي. المندي ولكن هي مشهوره باسم المندي. تمام. في ناس كتير يا جماعه من اصدقائي بيعملوها طبعا، وهي طريقه جميله جدا. اغلبيه الناس اللي هم طبعا البدو العرب اللي هم بينفذوا الفكره الجميله ديت. اما احنا زهران، عم زهران بيقول هات حته، بس لسه يا عم زهران ما طابش. ماشي حبيبي يا عم زهران. نهارك ابيض. طبعا عم زهران يا جماعه بيقوم بدري، ما بينامش، يعتبر طول الليل بنتانه صاحيين. فبيجي في الوقت دلوقتي بقى ايه، عايز يشرب شويه قهوه، وهناكل اللقمه ونعمل شويه القهوه ونرجع نصطاد تاني. خليكم معانا. طبعا يا جماعه احنا قاعدين في الارض بتاعت عم محمد، محمد الحصري. أيوة. والخير كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. واحمد. نعم. يا احمد ايه؟ اقول لك ايه بس. خلاص يا جماعه احنا جوعنا يا جماعه. في ايه؟ انت بقول لك ايه؟ اتاخرت علينا ليه؟ والله احدفك بالحل. يا حول الله يا رب. احدفك بالحل. قاعد مجوعنا يا جماعه والله. طبعا يا جماعه النهارده احنا اتكلفنا بعمايل اليمام عشان احنا لنا حرفه فيه، طبعا احنا بنعمله دايما على طول، وهم زي ما انتم شايفين كده قاعدين يتفرجوا علينا بس. بشوات بشوات بس. ما بيعرفوش هم بيصطادوا بس. حدد مين بس اللي. وفي حاجه كمان يا جماعه اقول لكم عليها، ما صياد الا طباخ، عشان تبقى عارفين يعني، مش ان انا اصطاد وخلاص، لا، لازم اطبخ اليمام واكله. لا بس احمد هيكل يا جماعه طباخ عالمي. عالمي. زي ما هو قناص عالمي، طباخ عالمي. بص الليمونه دي. اهم حاجه عصرة الليمونه. عصرة الليمونه دي يا جماعه تضيع الزفاره وتاكل بقى شوت يمام. اهو ايه مريم ملهاش حل. يا ابو هيك. اهي. غطا ايه؟ انا لو اخدت منه قزاز اصبر. شو اللي خد اللي بتاع ده بقى؟ ليه الحلي؟ اشلط كله كده. ايوه يا ابراهيم يا فندم. حبيبي معاك زهران يا حنيت الى المقناص بالحيل، حنيت متاع الله.